السلام عليكم، أهلا بكم محبي مسلسل اختطافي. لكم ملخص الحلقة. تبدأ أحداث الحلقة لما منشوف ماجد عم يخطط خلود بس عم يحط خلود بالسيارة بعد ما هربت لينا، وبتكون بكت بنزين على المزرعة وبيحرقها. بعدها ماجد بياخد خلود على مكان مجهول وبيقول لخلود انت هي السبب هرب لينا لأنها عطيتيها القوة. بيقول لها بأنه راح يلاقيها ويعذبها ليش هربت، وبتقول له خلود بأنه الشرطة راح تلقطه والمحقق عبد الله عم يلاحقه. بس ماجد بيقول له أنه بعد حرق المزرعة راح يفكروا مات، وهلق يمشي بهوية جديدة اسمه عمر. بعدين فهد بيتفاجأ هو ماجد متخبي ومعه خلود. بيجي بالبيت المجهول، بيجي شاب ليشوف البيت وبتصيح خلود وبيهرب الشاب، بيفكرها صوت جنية. بعدين منشوف لينا بالمشفى وأمها فاطمة وأبوها سعود معها وعبي يدوروا بال. بعدين خلود بتقول له لماجد بأنه هو السبب بدمار أخته وطلقها من زوجها، وماجد بقول له بأنه هو هي أولينا متعته بالحياة وأنه هو مشتاق للينا. بعدها منشوف الشرطة عم تدور بالمزرعة باللي بعد ما طفوها. بعدين ماجد بيطلع بالموبايل على الكاميرا الخاصة بالمزرعة وبيشوف الشرطة بتدور فيها وبتنصدم لأن المزرعة ما كلها انحرقت ولسه في دليل ضده، وبجن جنونه ماجد وبيسكر موبايله. بعدين الضابط عبد الله بيشوف الكاميرا وكيف عذب دينا وخلود، وبيبحث بسجل أمن وبيشوف نظيف، وبيقول للضابط عبد الله بأنه وصل لقاتل مجهول بعد ما سجل ضد قتل والد ماجد ضد مجهول. العنود بتكون بالمشفى وحالتها بغيبوبة ووضعها سيء. بعدها ماجد بيروح لعند رفيقه بيجبره يساعده، ولا راح يقول بأنه شريكه معه. ورفيقه لماجد بخاف منه. بعدها ماجد بيقول لرفيقه بأنه راح يبعت موقع فيه بنته وبده يروح يجيبها حي أو ميت. وبتنتهي الحلقة.